مشاهير عرب فضلوا الزواج من خارج الوطن العربي، منهم من تزوج أمريكية وأسترالية. تعالوا نتعرف عليهم. الفنان رشدي أباظة تزوج من سيدة أمريكية والدت ابنته الوحيدة وطلقها. الفنان رياض الأصبجي رغم اختلاف الآراء والمعلومات حول عدد زيجات رياض الأصبجي ما بين 4 و9 زيجات، لكن المؤكد أنه تزوج من سيدة إيطالية واستمر هذا الزواج عام فقط. الفنان عباس فارس تزوج من سيدة بريطانية حتى وفاته. الزيجة الثانية للفنان أحمد خليل من سيدة ألمانية تدعى هايدي، وله منها ابنته الوحيدة، والزواج مستمر حتى الآن. الفنان أحمد مظهر تزوج من سيدة أجنبية وله منها أبناؤه 4. الفنان جميل راتب تزوج من فتاة فرنسية أثناء دراسته في فرنسا. الفنان أحمد رمزي تزوج من محامية يونانية تدعى نيكولا، هذه هي الزيجة الثالثة له واستمرت حتى وفاته عام 2012. تزوج الفنان عمرو واكد من سيدة فرنسية وأنجب ابنه الوحيد عام 2009. الفنان إيهاب نافع تزوج 6 مرات، الأولى من الفنانة ماجدة صباحي، ثم من سيدة استرالية، الزيجة الثالثة كانت من أرملة رجل المخابرات المصري رأفت الجمال الشهير برأفت الهجان، الزيجة الرابعة كانت صحفية خليجية، الزيجة الخامسة من سيدة أمريكية، أما الزيجة السادسة والأخيرة كانت سيدة أردنية. الفنان كرم مطاوع تعرف كرم مطاوع في روما على فتاة إيطالية تزوجها وأنجب منها ولديه التوأم، لكن حدث الانفصال بعد عودتها إلى مصر فترة ليست قصيرة. الفنان يحيى شاهين تزوج من سيدة مجرية تجبره بعدة أعوام وانفصل بعد 6 سنوات من الزواج. الفنان يوسف فخر الدين تزوج من سيدة يونانية عندما سافر إلى اليونان فترة 70s واستقر هناك إلى أن توفى في عام 2002. الفنان سمير صبري تزوج في بداية حياته الفنية من سيدة أمريكية أنجب منها ابنه الوحيد جلال. الفنان شكري سرحان تزوج من راقصة أرمينية تدعى هرمن. الفنان مصطفى فهمي تزوج من سيدة إيطالية تدعى ماريا بريتشيا، وهي الزوجة الأولى، له منها ولد يدعى عمر وابنة تدعى دينا. الفنان صلاح نظمي تزوج من فتاة من أصل أرمني واشتهرت إسلامها بعد ذلك واختار لها اسم والدة السيدة رقية نظمي، واستمر هذا الزواج حتى وفاتها عام 1989. الفنان محمود قابيل عندما هاجر محمود قابيل إلى أمريكا وعاش بها 15 عاما تعرف على سيدة أمريكية وأنجب منها ولدان، إبراهيم 19 عام وأحمد 17 عام. وفي نهاية الفيديو نشكركم على حسن المتابعة، استنوني في فيديو جديد على قناتي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.